متى الحوال؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا هاجر جيجا. الفيديو تاع اليوم متاكد راح يعجبكم، فيه بزاف افكار وبزاف حوايج. غنبارطاجي معكم واش لباس والطارطه اللي درتها لاختي بمناسبه عيد ميلادها، فتحت معكم لي كادو، يعني فيديو هايل. لنا اول حاجه راح نعطيها لكم هي واش لبست. لبست هاد لا غوب بواحد الموطيف هايل، جات غوب هايله يا البنات اللي تصدروا العروسه بروفيتي ولا مام في الدار. انا عجبتلي صراحه، خفيفه وتهبل. لهنا دروك نقول لكم منين خيطتها. لهنا شريت لها شوي حوايج باش ندير لها الديكور هذاك تاع عيد ميلاد. حبيت ندير التام في الغوز والبلوفر، شريت لها هذ النفايخات، شريت لها هذيك تاع هابي بيرثدي باش نلصقها في الشجر، ولهنايا شريت لها واحدة تسعة اختي كبرت ما شاء الله هكا باش تصور بهم ويبقاو لها لي سوفونير. شريت لها ثاني هذ الشميعات جايين طوال هايلين يا البنات، شوفوا هذو راه مشبع ما يبانوش شمع، باه نديكوري بهم لاطارت نتاعي. راح ندير لكم واحد لاطارت يا، وغير جربوها على ضمانتي ماكمش راح تندموا خياتي، راح تقولوا لي الحمال ديك على بالي، راح تجيكم واو، خاصه اذا راح ديروه لشخص عزيز عليكم راح تحمروا وجوهكم. الا انا شيت بورت كادو هذا باش نحط لها فيه الكادو تاعي ميلا غالب، دوماج يعني الكادو جا كبير وليت حطيت لها حاجه خلاف عندي زايده هكا هي تحتاجها، وهكا باش نحط بورت كادو نتاعي. والغوز هذاك بورت كادو تاع ماما، دار الكادو تاعها خير منها كامل. الا انا حبيت ندير لها جو في نفس التام، يعني جي روز كلير. لهنا جبت جو تاع رامي تاع الفراز فراوله، وحطيت نص القرعه ماهيش كامل، اكثر من النص، وحطيت ثلاث حبات من البنان حطيتها في الطاس تاعي وخليتهم يتميكساو بيا في الروبوت عروبيسانت اللي بارطاجيت معاكم. تميكساو لي بيا خلاص يا البنات. بعد ما تميكساو لي لهنا راح نضيف عليهم الجي هذاك تاع رامي تاع فراز اللي بقالي هكا باه يجيني كامل، يعني باش تجيني كونتيتي كبيره. راح يجيكم ثقيل وبنين بزاف يا البنات، غير جربوه. المهم نتوما قدموه بارد، يعني حطوه يبرد يجي بالكو تاع الفراز والبنان. الله الله. لهنا قلت لكم راح ندير لها الحفله على الهواء الطلق، حبيت نبروفيتي مام نتوما هكا تشوفوا وتديو افكار. حطيت هذا الجي تاع رامي حطيتهم في القرعه بعد في الجي تاع رامي باش نبروفيتي وما تسيحليش. مرحبا بكم يا البنات في الانستغرام تاعي، راكو تلقاوه في صندوق الوصف. لهنا كيما راكم تشوفوا حجبت حبه تاع قارص باش ندير بها الشربات نتاعي. راح ندير لكم واحد الشربات بنينه، عودوا ديروا بها البسكويت تاعكم وين ما كان بسكويت ديروها بالشربات هذه. جبت لهنا حبه تاع قارص قسمتها على زوج، حطيتها في الروبو نتاعي هذه العصاره، عصرتها لي بيا بلا تعب لا والو. انت غير حطي القارص ولا التشينه تاعك هي تعصرها لك. شوفوا هذه غير نص حبه، شوفوا خرجت لي الجي اللي فيها كامل. لهنا انا نحتاج يعني الحبه كامل على هذاك بروفيتيت، كانت عندي فرد حبه وحبيت تخرج منها العصير هذا كامل. شوفوا خلات لي غير الكبابس، يعني دارت لي كونتيتي ما شاء الله، حبه خرجت لي عصير هايل وثاني مصفي منقي. شوفوا لهنايا جبت حبيبات من اللوز وحطيتهم يتقلاو باش نبداو في الكاطو نتاعنا. الكاطو تاعنا نحتاجو البسكوي، نحتاجو فيه غير السكر والفارينه والفاني. لهنايا البنات حبيت ساعه نقول لكم على الروبو هذا. هذا الروبو روبيست راهو فيه 25 خدمه بارطاجيتو معكم من قبل، يا عصار يا ريحه القهوه، فيه بزاف لي بياس هايل بزاف، تلقاوه من عند لا كازا دالجيري غير ب 1490 والتوصيل مجاني. تلقاو كلش في صندوق الوصف اللي حاب يطلبو، هاو النيميرو في الشاشه. لهنايا البنات البسكوي تاعنا واش نحتاجو فيه؟ نحتاجو نحطو ثلاث بيضات ونخليوهم يطلعوا 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 مليح، ومن بعد نضيفو عليه 90 غرام من السكر وشويه من الفاني ونخليوه يطلع مليح. لهنا بعد ما طلع لي مليح راح نضيف عليه الفارينه ونضيف عليه الكاكاو. لهنا الفارينه والكاكاو 100 غرام ما بيناتهم، يعني درت مغرف من الكاكاو وزدت كملت حتى وصلت 100 غرام من الفارينه. المهم الوصفه هذه راح تلقاوها على موقع كوكباد، الصفحه راح نخليها لكم في صندوق الوصف، هي ورابط الوصفه هذه راكو تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف. مرحبا بكم على صفحه تاعي كوكباد، راني نبارطاجي معاكم الوصفه بالتفصيل مكتوبه وبالصور والنتيجه، ومام نتوما تشاركوني الوصفات نتاعكم كي تجربوهم بالصور. هذه الحاجه اللي عجبت لي وفرحت خلاص كي شاركتوني الوصفات نتاعكم بالصور، خاصه تاع الروز تاع الكاطو يعطيكم الصحه، تلقاوها في صندوق الوصف كوكباد نتاعي. المهم بالنسبه باش تنجح لكم البسكوي تبقاو تخلطوا من الفوق للتحت، تلوحوا بشوي وتغربلوا الفرينه والكاكاو تاعكم وتلوحوا بشوي حتى تكملوها كامل، تحطوها في سنيوه وتحطوها على نار هاديه من التحت ومن بعد الفوق حتى نطيب لكم. لهنايا راني قاعده نقطع في اللوز نتاعي، قطعت الاناناس. بالنسبه للشربات درت لكم شربات هايله كيما كنتوا تشوفوا فيها، درت عسل اللي يكون شوي ما هو ثقيل ما هو خفيف، لحت عليه القارص ولحت عليه جي تاع الاناناس اللي يكون في لابواط هذيك.
باه نشربوا به البسكويت تاعنا. راح يجي البنات الديقه راح يجي بنين بزاف. لهنا الكريمه ثاني راح تجي هايله. يعني كنصيحه كي ديروها لشخص عزيز عليكم ولا تحبوا تقدموها ككادو ديروها بالطريقه هذه، الشربات ديروها بالجو تاع الاناناس وشويه من القارص والعسل، واو تشربوا بها البسكويت تاعكم. الكريمه لهنا درت كريم شانتي مع الجو تاع الاناناس، ما درتش الماء خلاص، شتو لا بواط هذيك تاع الاناناس تاعي بروفيتيت من الماء هذاك الجو تاعها ودرت به كريم شانتي لهنايا. طلعت كريم شانتي تاعي بالعفوا بالجو تاع الاناناس وحطيت فيها الكريمه تاع التيراميسو، درت واحد تقريبا ملعقه كبيره زوج ملاعق ودرت فيها كريم فريش وخلطت كلش كيما راكم تشوفوا. الوصفه كيما قلت لكم باه ما تغيبلكمش تلقاوها على موقع كوك باد، يعني وسهل التحميل تاعو بلاي ستور، كتبوه بركة وحملوه. لهنا كيما راكم تشوفوا جبت البسكويت تاعي قطعته على زوج درت زوج مرات، يعني في الوصفة هذه احتجت الى 6 بيضات، درت 3 بيضات طيبتهم ومن بعد زدت درت 3 بيضات اخرين طيبتهم. جبت الطبقة الاولى تاعي شربتها لهنايا بالشربات تاعي تاع الاناناس والسيترو والعسل، ونحط الطبقة تاع كريم شونتي مع تاع الاخر مع تاع الاناناس كريم فراش كيما قلت لكم، ومن بعد نحط قطع الاناناس، نزيد نحط طبقه تاع كاطو نشربها، نزيد نحط الكريم نتاعي لهنايا، راح نحط اللوز هذاك المقلي راح يجي بنا يا وراح يجي بنينه. المهم لهنايا راح نحط الشربات الثاني ومن بعد نزيد نحط الكريمه نتاعي ونحط طبقه من الاناناس، وهكذا حتى نكمل الطبقات نتاعي كامل. كل ما كثرنا الاناناس قطع الاناناس وقطع اللوز كل ما حتجي بنينه اكثر. ولهنايا تقدروا تتحكموا نتوما في الكميه والكبر تاعها والصغر، يعني اذا تحبوا تكثروا كثروا، مثلا اذا تحبوا ديروا بلا كبير ديروا 6 عظام وكثروا في السكر، يعني زودوا الكميه. لهنا حكمت دهنتها كامل كيما هكا بالكريم شانتي بيضه، ومن بعد جبت لهنايا هذه كريم شانتي، هذه الكريمه عادي اللي بقات لي طلصت بها هكا كامل، ومن بعد طلعت كريم شانتي ودرت فيها ذوق الفراز لهنايا وحطيتها من الفوق كيما هكا باش تجيني روز بيبي، ما تبانش في الفوتو بزاف مي لا كولور تاعها جات روعه راهي روز بيبي. ونحكم ندير على ليكوتي كيما هيك ندور عليها كامل، ومن بعد كي نكمل يا البنات نحطها في الفريجيدار تبلد تبرد لي مليح، كي تبرد لي مليح نعاود نخرجها يعني في الثلاجه لا كلاص لازم تبرد تخرجها، نعاود ندير لها طبقه واحده اخرى من الكريمه نتاعي وهكذا حتى تتحصلوا باللي الشكل تاعها لا فورم تاعها جات باهيه. لهنا كريم شانتي اللي بقات لي قسمتها درت لون الازرق والاخضر والموف والروز، حسيت روحي في البريمير كي نقول لكم بالعربيه ليسونسيال. وجبت الكيكه تاعي حبيت نديرها كيكه كوريه مي باللمسه نتاعي، اللمسه تاع هاجر الشاويه ولا الديريه، واش غير الكواره اللي يعرفوا، جات بنينه يا البنات. الكواره مولفين يديرهم ضو مدورين، انا في الرو يعني انا حبيت نديرها مستطيل كيما هكا باش تجيني شو كبيره وتكفي. شوفوا من بعد جبت هذاك الكريم شانتي تاعي في الرز هزيتها ونحط كميه شوي خشينه ونمشي ونمسحها، يعني اللي يجي من التحت يجي ممسوح مع الكاطو قد قد مي تبقى كميه كي شغل واقفه تجي كي شغل طروادي. درت فيها الرز هكا ساعه كامل ومن بعد باش نعرف يعني كيف راح ندير، ومن بعد جبت اللون الاخضر وحطيته عشوائي، ساعه نحطه فوق الغاز ساعه نحطه على جنب، ومن بعد ثاني جبت اللون الازرق نتاعي هكا باش تجي كيكه في نفس التام فيها الازرق الموف الغاز بلوفر، يعني جايه هايله. جربوها اللون تاعكم ولا مام الكبار راح تجي هايله، انا عجبتلي خاصه بالنوتي والبنه تاعها واو. ثاني تقدروا تخلف تبدلوا الديكور تاعها كيما تحبوا، ليسونسيال ديروا الكريمه اللي درتها وديروا الشربات وديروا بنفس المقادير راح تجيكم هايله. لهنا درت هذا الموف شوفوا هكا حتى نكمل على الاخير. من بعد لهنايا راح نكتب لها بي هابي اكرام، راح نديرها لهكا بالروز ومن بعد نزيد نكتب لها بلون خلاف من فوقها باش تبان، يعني ندير لها زوز نكتب ونزيد فوقها هكا يديروها باش تجي باهيه، يعني ما نتوما ديروها كيما هكا حتجيكم هايله. لهنا درت فيها 3، درت فيها الفير ودرت فيها الروز ودرت هذا لاكولار، شوفوا جات هايله يا البنات والبنا واو. الوصفه هذه راح تلقاوها على موقعنا كوك باد كيما قلت لكم بالتفصيل هكا باش ما تغيبلكمش وتلقاوها مكتوبه بالضبط والتمام. شوفوا لهنايا بعد ما كملت الكيكه تاعي حطيتها تبرد، جيت حبيت نبدل هذا الفرني حبيت ندير الروز حتى انايا حبيت نكون كيما التام. درت هذا هو الريفيرنس تاعو 132 من نوت، شوفوا جاتني لاكولار في الروز هايله.
ومن بعد كي كملت لهنايا هزينا حوايجنا لميناهم كامل، راني بالقنداره راني في الطريق، شوفوني في الطاكسي هابطين يعني اللي حابه ندير على الهواء الطلق. غير راح نوصل راح نبدا ندير لها الديكور مخاطراش باش ما يروحش الحال وما تظلمش. اصلا ما جيت كملت حتى انظلمت عليا الحاله. لهنا شوفوا يا البنات بديت الديكور، حطيت هذا كي شغل هكا ناب في الروز، حبيت كلش نديرو بالطبيعه البنات. ومام نتوما باش تديو افكار اللي يقول لي يا هاجر يا هاجر، والله صافي بليزير اني نبارطاجي حاجه وتهزوها نتوما ثاني وتفرحوا الحباب نتاعكم، والله ليا شرف حبيباتي. ثاني حبيت نشكر كل الناس اللي تلاقيتهم المره هذه كي خرجت في خنشله، محسوب كامل عرفوني، طاطاواتي اللي نعرفهم فرحوا بيا خلاص، نقول لهم يعطيكم الصحه، ما هي وحده ما هي زوج، قول لي هاجر تعجبينا والله كي بنتي، نقول لهم ربي يحفظكم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. ثاني كبار ولا صغار يعني نفرح خلاص كي نلقاهم فرحانين بيا، والله صافي بليزير. لهنايا شوفوا يا البنات راني قاعده ننفخ في الدعوه، لهنايا راني ما نعرف واش قالوا لي قلقوني. المهم لهنا نفخت النفايخات، لصقت هابي بيرثدي هذيك وبديت ندير في الديكور نتاعي. ثاني حطيت لها كان عندها معجون تاع الفراز، حطيت لها معجون تاع الفراز مع شرائح تاع الاناناس وذريت عليهم شويه لوز مدقدق برك تشوفوه. ثاني حطيت سميوه انتوما راح لي اسمه ليسونسيال ميرانغ، حطيت الميرانغ حطيته شريته ب 500 للحبه يا البنات درك تشوفوه. هكا باش يجي نفس لي كولار بحوايج بسيطه نقدروا نفرحوا انسان عزيز علينا. لهنا نفخت النفايخات كامل، لصقت لها هابي بيرثدي، نفخت لها لهنايا الرقم تاعها تاع الواحد والتاسع، يعني درت الواحد والتاسع، الواحد ورقم 9 يعني درت لها كلش. ومن بعد جبت لهنا جو تاع رامي هذاك اللي حطيته برد لي بيا، حطيته في لي بول كيما هكا لي غوبلي، هذو رامي تباعوا بطبيعة الحال. لهنا درت كيما هكا بالطريقه هذه باش تكفيني، يعني درت تقيسنا وبعدها راح نغلقهم بطبيعة الحال. لهنا بالنسبه للذبان يا البنات في الدوار، يا وعلى قد ما نقول لكم الذبان مداير الظل والو ما كانش لازم الذبان، هبني هبني لبالكم البقار المعيز عند الجهه اخرى الدجاج الفم، يعني لازم يكون الذبان، لا غالب هذا حال الدوار يا البنات ما عندوش حل. على بالي باللي راكم تقولوا هاجر الذبان، نقول لكم والله راني نحاول على قد ما نقدر نطير جدو. والو ما كانش، هذا هو اللي قلت لكم عليه الميرانغ شيتو في لي كولار. فوالا شوفوا واش لبست، شوفوا لاغوب هذه كيفاه جاتني، جاتني ما شاء الله يا البنات ما نكذبش عليكم عجبت لي روحي بها خلاص، جاتني كي شغل فضفاضه من تحت السيلغوب جايه بالذرعين يعني ما همش هابطين بزاف. عجبت لي اللقطه هذه كيفاه مربوطين لهنايا سيل بنوتي، وهذا راه مشارجي خلاص هذاك الموتيف اللي فيها هنايا مشارجي بلي بيير هايل. هذا لاغوب راهي ب 320 الف يا البنات، اللي يحب يكوموندي راهي الكميه محدوده، مخطاش هذا واش بقى في الموتيف كي المشارجي كلش هذا واش بقى، بقى وبالك غير خمس حبات ولا يعني من زهركم اللي عيط الاول. هذا هو النيميرو 0552 80 94 67 اللي بغي يطلب هذا لاغوب هذه، هذا هو الرقم، دير التوصيل للولايات ب 320 الف يا البنات، والتوصيل عليكم انتوما يعني اذا كنتم من نفس الولايه نتاعها راه غراتوي، واذا من ولايه خلاف راح تخلصوا انتوما التوصيل. ليسونسيال يعني تستاهل يا البنات والله صراحه هايله بزاف، عجبت لي انا وراح نخبي ان شاء الله خاصه كي تكون عرضه. شوفوا سي البنوتي اه سوريه درك وليدي هذا نشطح. ليسونسيال البنات شوفوا لهنايا راني قاعده نكمل، كملت كلش، شوفوا النفايخات جبت واحد الحدده ثلاثه، خساره ما صورت لكمش بلي ديتا كان راح الحال، ربطتهم مع بعضهم ولصقت النفايخات، درت ديكور ما شاء الله بحوايج بسيطه. لهنا جبت كرسي غطيته وحط واحد الخمار قديم يعني هكا كلفم غطيته وحطيت فيه لي كادو كيما هكا باش هكا كيبقاو لها لي فوتو سوفونير وكلش. لهنا الواحد والتسعة ما حبيتش نلصقهم باش تهزهم هي في يدها، غير حطيتهم هكاك باش ما يديهمش الريح. شوفوا لهنايا الديكور كيفاه جا، شوفوا لاطارت تاعي كيفاه جات، نبغي تعطيو لي رايكم كامل في لي كومونتير في الحفله تاع اليوم. صافي صافي بليزير قلت لكم نبارطاجي معكم وتديو افكار، انا علاه نبارطاجي معكم الحفلات كيما هك، وخاصه ان نفرحوا نزهه ونخرجوا من الضغط هذاك، اصلا رانا غير في الدار وحدنا مع المرض الوباء ما نروحو حتى لبلاصه، نبروفيتيو ان نديرو عرضه فيما بيناتنا ونفرحوا ونديروا كاطو ونزهاو ونشطحوا كيما تعرفوا اختكم عزرانها في الشطيح. نحب نزهى يا خويا يا خويا زهوانيه. ليسونسيال هنايا شوفوا هنا الكاطو تاعي درت له هذوك الشميعات، عجبوني بزاف الشمع هذو يا البنات هايلين، شوفوا كيفاه دورتهم عليها كامل درت لها 19 شمعه، قلت لها يهديك ربي نديروا غير شوي، قالت لي والو يهديك ربي يا كرام، قالت لي ديري 19 شمعه لا تنقصي لي في عمري. لهنايا هي كانت تشطح شوي بانت يعني وجهها ما حطيتهاش، وليت
حطيت روحي انا، انا بعد صورت وشطحت، قالت لي كل عيد ميلاد كنتي، قلت لها معليش انا اللي مصباح انا واقفه خليني نشطح انا فيها فيها. المهم لهنايا شعلت انا ويا هذوك الشميعات كامل الله يبارك 19 جمعه، ومن بعد غنيت لها غير شويه لاطرت لهنايا البنات دخلنا على الداخل، به طفات ودارت غوست وصورت من خطاش لبرا الريح يطفي الشمع. ومن بعد عدنا خرجنا لبرا وتلمينا عليها، قصت الكاطو تاعها جابني بزاف فرحت به. مام لهنايا جابوا لها طرطه واحده اخرى مشريه، يحسبوا الكيكه تاعي ماهيش راح تكفي، اونفا يعني كلاو الكاطو تاعي وخلاو هذيك الكاطو اللي شراوه من برا. يوم صدقوني غير عجب لهم الكاطو تاعي ماتوا عليه، باينه نتاع خير من تاع برا يا محاينكم. المهم لهنايا حوحو يشكر روحو، كيما كنتو شتو الفراز حطيت الفراز وحطيت هذاك الاناناس عليه، معجون هايل بزاف وشويه لوز، كيما شتو ديكور سامبل. شوفوا الكيكه تاعي كيفاه جات من الداخل، جات بنينه وطبقات يعني رقاق، ما يجيوش هذاك الكاطو اللي خشين وكلش، جات خفيفه خلاص وتتقطع وحدها. فوالا شوفوا كيما راكم تشوفوا فيها، كيما قلت لكم جربوها على ضمانتي، مي ديروها بالطريقه تاعي بعد باش كيما ما تنجح لكمش ولا ما تدعيونيش خواتاتي، والله راهي ناجحه 200%. شوفوا لهنايا كيما راكم تشوفوا راني انا وياها درنا لي فوتو، بقينا نضحكوا. دركا راهي جات حابه تفتح معاكم لي كادو، قلت لها لا تحبي ديري فيديو في قناتك، كيما على بالكم اكرام راهي عندها قناه اكرام ديزاد وراهي يدير لكم تحضيرات تاع الجامعه، قلت لي لا لا حطي برك في القناه نتاعك بما انه درتي فيديو. المهم لهنايا طاطا ام رامي جابت لها هذا المنشفه مع هذا سانسيلك في الغوز، يعني على صدفه على بالها بلي لانيفرسير تاعها، قالت لها ديريهم بما انك رايحه الجامعه راح تحتاجيهم. نقول لها يعطيك الصحه طاطا. لهنا ماما دارت لها ريحه تاع لابيل ودارت لها مصحف هذا تاع لي كولار، اكرام عندها مصحف تاعها مي قالت لها هذا ثاني ديه معاك للجامعه وخلي الاخر، المهم تدي واحد فيهم، يعني احسن كادو هو تاع ماما تاع المصحف هذا، يعني حاجه هايله وراحه نفسيه. انا قلت لكم ديت لها هذا، يعني انا ثاني كان جاني وليت مديته لها، هي كانت عجبها وثاني انا عندي بزاف مادام عجبها وحسيت باللي عجبها مديته لها. اللي هنا درت لها هذا يا البنات يا درا الكادو تاع الجوره. انا شوفوا كي نحب ندير حاجه نحب نديرها على حسب التام ولا على حسب الوقت اللي رانا فيه، كيما مثلا الكادو هذا هي رايحه الاقامه الجامعيه، درت لها هذا البول مع هذه الريزيستانس صغيره. شتوا البول هذا يا البنات يتحط على الريزيستانس هذيك، كي يكون فيه الماء ولا تاي ولا اي حاجه سخونه راح تشعل هذيك الريزيستانس وحدها وتسخن لها، يبقى ديما سخون هذاك البول هذاك، يبقى ديما دافي. لهنا اكرام يتلعب مع القطه، شوفوا لهنا شوفوا كي تحط حاجه ثقيله يشعل، درك تشوفوا نشعله لكم، شوفوا يشعل وتسخن لهذيك الحاجه، شوفوا يمشي بالتريسيتي بطبيعه الحال، تحطو عند راسها كي تهزو يطفى، كي تحط عليه يبقى ديما سخون. يا درا الكادو تاعي محينكم ليسونسيال. هنا وصلنا لنهايه لا فيديو، نتمنى الفيديو تاع اليوم عجبكم، نحبكم بزاف، ميرسي على الدعم تاعكم، واللي راهو جديد ما تنساش دير جام ابوني باش يلحقكم جديد. الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.